في وسط هذه الساحة وتحديداً في السادس من أيار عام 1916 أعدم جمال باشا الصفاح شهداء من سوريا، عدد من أحرار وزعماء العرب ومفكريهم بتهمة تعاونهم مع فرنسا الاستعمارية التي كانت تعادي الاحتلال العثماني آنذاك. ومنذ ذلك اليوم سميت ساحة المرجى بساحة الشهداء لتكون شهيدة وشاهداً على أفظع جريمة ترتكب بحق نخبة من رجالات العلم والفكر والسياسة، كما شهدت المرجى أحداثاً سياسية أخرى مهمة، ومنها إعدام أبطال الثورة السورية الكبرى في عام 1925 وعام 1927 الذين كانت فرنسا تلقي بجثثهم في ساحة المرجى بغية نشر الرعب في النفوس. تقع ساحة المرجى في الجهة الغربية من المدينة القديمة إلى الجنوب من حي سوق ساروجة وإلى الشمال من حي القنوات، وتضم عدداً كبيراً من المعالم السياحية والأثرية، منها جامع ومجمع يلبغة وبناء العابد وعدد من الفنادق التي كانت بالإضافة إلى النصب التذكاري الشهير الذي يتوسط الساحة وهو العمود الذي بني قبل 100 عام، وبني عليه مجسم لجامع هو الأصغر في العالم وسمي نصب التلغراف، وهو تذكار لتدشين الاتصالات بين المركز دمشق والبلاد الإسلامية في أواخر عهد الاحتلال العثماني، ومتزامناً مع أطلاق الخط الحديدي الحجازي من مدينة دمشق ومحطة القطارات المجاورة لساحة المرجى. وما تزال ساحة المرجى أو ساحة الشهداء مترسخة في أذهان الدمشقيين كشاهد على تضحيات أبناء سوريا عبر التاريخ لتبقى بلدهم حرة أبية. فتحية لأرواح من رحلوا لنبقى أحرار.